أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور، أصلي إلى الله إنك فعلا تتبارك في هذه الحلقة. إحنا ما زلنا في أجواء الميلاد بحب أرحب بكل المشاهدين وأقول لكل مشاهد كل عام وأنت بألف خير، بصلي إن تكون سنة خير وسنة بركة على حياتك وعلى أسرتك أيضا وأيضا ميلاد جديد كل عام وأنتم بخير لكل أحبائنا الكنيسة الأرثوذكسية وطالما إحنا في أجواء الميلاد حديثنا رح يكون عن موضوع في غاية الأهمية موضوع بعنوان رئيس السلام أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة رح تكون سبب بركة لحياتك اليوم طبعا انتم بتشاهدونا على القناه الفضائيه قناه الحياه بث مباشر وايضا فيك تشوفنا بث مباشر عن طريق الفيسبوك عن طريق الفيسبوك فاذا اي شخص مستعجل فيك تفتح الجالكسي او الايفون وتشاهدنا على على الفيسبوك لايف اليوم في اي مكان انت موجود فيه بالسياره بالشارع في البيت في المستشفى في الاوتيل في الطريق في اي مكان منرحب فيك اهلا وسهلا ومره ثانيه كل عام وانتم بخير ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير يدعى اسمه رئيس السلام. الرب يسوع على فكره هو ملك السلام ومكتوب عنه انه هو اله السلام وهو ايضا رئيس السلام يعني كلمه رئيس كمان تفسر بكلمه وزير السلام. انا رجعت من فتره بسيطه كنت في منطقه الخليج في منطقه الامارات وبصراحة أعجبت في شيء جديد لأول مرة بحياتي بسمعه وفعلا ببارك لهال لهالبلد بسموها وزارة التسامح وزارة التسامح يعني أول مرة بحياتي بسمع هذا الكونسيبت لأنه ما في أي دولة في عندها مثلا وزير للسلام، في عندها سفير اللي بيمثل دولة، لكن وزير السلام أو رئيس السلام مش موجود، لكن أقرب اصطلاح يمكن سمعته وفعلا ببارك لأبو ظبي ودبي والإمارات في هذا الإصطلاح عملوا وزارة بسموها وزارة التسامح، يمكن من كلمة تولرنس بين الأديان وسموها هاي السنة سنة خير وسنة العطاء فأنا بصلي كمان من كل قلبي معي الأخت رشا نور وهي كمان راح تشاركنا في هذا الموضوع أهلا وسهلا أخت رشا أهلا بك كل عام وأنت بخير أخت رشا وخليني أحكي لك شو السبب أنه اخترت هذا الموضوع في الكتاب المقدس رئيس السلام طبعا مثل ما قرأوا على الشاشة إشعياء إصحاح تسعة والايه ستة ومكتوب ايضا عن المسيح لانه هو سلامنا، يعني هو مصدر السلام وهو اللي بيمنح هذا السلام، وهذا السلام نحصل عليه مثل ما قال الرسول بولس فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. المسيح يعني جاء ليصالح الله كان مصالحا العالم بواسطه او من خلال يسوع المسيح غير حاسب لهم خطاياهم يعني بما أنه المسيح أخذ خطايانا ولما نأتي إلى المسيح نحصل على السلام حادثة بشعة اللي قادتني طبعا أنه أتكلم عن الموضوع اللي حدثت في الكنيسة طبعا البطرسية في مصر واللي راح ضحاياها العديد وعدا عن طبعا الجرحى باوضاع صعبه وعدا عن العائلات المتالمه في وضع العيد يعني عيد الميلاد وراس السنه يعني اللي هي سنه فرح وعيد بركه عم بمروا في هذا الموضوع خليني افهم الشرق الاوسط يعني الكتاب المقدس واضح في موضوع السلام واضح من رسالة المسيح ومن هوية المسيح ومن طبيعة المسيح طبعا ومن اسم المسيح وأيضا من عمل المسيح السلام لكن لما بتشوف ناس عم تقتل وعم بيقولوا إنه هذا للسلام المعادلة طبعا مش مفهومة لكتير من الناس فممكن توضح لنا رشا أول حاجة أحب أن أنا أعزي العائلات المنكوبة الموجودة في مصر وفي كل العائلات المنكوبة اللي هي اتأثرت نتيجة الإرهاب اللي هو تسعة في 99% منه إسلامي أنا نفسي أن أنا أقول للناس اللي هم فقدوا ناس عندهم أولادهم أحبائهم زوجاتهم أزواجهم ان احنا لينا وطن تاني احنا لينا وطن سماوي وعلشان كده ان الامور دهيت ده احنا مش بنضطرب من اللي بياخذ الجسد لكن اللي بياخذ الروح ويلقيها في البحيره المتقده بالنار والكبريت. ربنا ينير اعيننا ان احنا يبقى عينينا مرفوعه على فوق وان وان احنا نصدق ونعيش الرجاء ان الرب قريب مران اثى فعلا يكون ده حاجه جوه قلبنا وجوه فكرنا. بالنسبه لل للسؤال اللي حضرتك قلته هو ازاي ان احنا نشوف دهوت في ليه بيحصل في وسط الاضطرابات في الشرق الاوسط وليه كل الامور دهيت الغريبه اللي بتحصل ضد السلام. ومع ان الناس اللي بيقولوا الكلام دهوت اللي هم الارهابيين بيقولوا احنا بننشر السلام والسلام هو الاسلام وما الى ذلك من الكلام اللي احنا بنسمعه ليل ونهار في الميديا. أحب أقول لحضرتك أن المصطلح بتاع السلام في الإسلام مختلف تماما عن مصطلح السلام في المسيحية يعني كلمة السلام في الإسلام لها معاني مختلفة عن كلمة السلام اللي احنا بنتكلم عنها في المسيحية احنا بنتكلم على المسيحية اه المسيحية معنى السلام آه سواء في العهد القديم شالوم او ايريني في العهد الجديد ده معناها ان بتيجي بمعنى الـ الـ الطمانينه والارتياح والمصالحه. انت اتكلمت على آه الله ازاي صالحنا مع آه تصالحنا مع الله من خلال عمل المسيح. السلام هو إن أنا أحس إن أنا معلياش زينونة السلام إن أنا أحس إن أنا معلياش قصاص مم. مع الله إن أنا لي علاقة مع الله السلام إن أنا أحس إن أنا آآ جوايا آآ ارتياح وطمأنينة في وسط عالم مضطرب فبالتالي الاسلام آه, سوري السلام في المسيحيه ليه ثلاث ابعاد، السلام مم. مع الله فانا اتصالحت مع الله، السلام مع النفس فانا اتصالحت مع نفسي وابتديت اغفر لنفسي آه وما أدنش نفسي و... و... وما اقعدش ان انا آه ابكت نفسي ليل ونهار واحصر نفسي مم. جوه خطاياي، لكن انا ما اتصالحت مع الله ربنا غفر لي فانا بالتالي بقدر ان انا اغفر نفسي واكمل. ثالث حاجه ثالث اتجاه هو التصالح مع الاخر فانا لازم يكون في سلام ما بيني وما بين الاخر اي في ارتياح في طمانينه في في ما فيش اضطراب في العلاقات ما بيني وما بين الاخر بقبل الاخر آه في آه مثل ما, ما, ما هو علشان هو آه الله محبه وبيطلب مني ان انا احب اعدائي ان انا بارك له ان انا احسن الى مبغضي ان انا اصلي الذين يسؤون الي فانا بالتالي مش بحسب الاخر بيتعامل معايا ازاي انا بتعامل رد فعل لكن انا السلام الداخلي اللي جوايا ده مع ان هي طمانينه لا تنتزع مع اختلاف الامور المحيطه بيا لكن هل ده هو معنى السلام في الاسلام لا طبعا انا جبت معنى السلام في اللغه وابتديت ان أنا ارجع لمعاني الاسلام الموجوده في القران والحديث بس لتوضيح الامر كلمه سلام في سواء في العهدين مثل ما ذكرت شالوم في العبر بتعني الكمال يعني من سلام من كل النواحي مثل ما حضرتك ذكرت مع الله مع النفس مع الاخرين حتى مع الطبيعه مع كل شيء انا عم بسير بانسجام لأن هذا السلام هو عمل عميق لانه الله مكتوب عنه اله السلام الرب يسوع هو وزير السلام او رئيس السلام، مصدر السلام. الروح القدس كمان روح السلام، يعني عدة آيات الروح القدس اما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام. فبالمسيحيه مفهوم الفكره انه الكمال بتعني من كل النواحي، علاقتك مع الله مع الاخرين، بتتكلم عن الازدهار، بتتكلم عن الرخاء، بتتكلم عن السعادة، بتتكلم عن الراحة، بتتكلم عن الطمأنينة، بتتكلم عن كل نواحي الحياة اللي بتبتدي أولاً مباشرة مع الرب. لكن من ناحية ثانية هذا السلام بيكون كمان حتى مع الطبيعة، مع كل الخليقة اللي الله خلقها مش بس البشر، حتى الكائنات الحية والطبيعة كلها المفروض إنه أنسجم وأتناغم معها بالسلام. لدرجة أن هاي السلام يصبح جزء لا يتجزأ من, من حياتنا يعني لما أنا ذكرت لأن المسيح هو سلامنا بكمل لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلام لأنه في السلام اللي بحصل عليه لابد أصنع السلام لكن في خلق في عملية تبرير عمل داخل عميق بالروح القدس فأنا اللي كنت أكره صرت أحب أنا اللي كنت شايف النظرة السلبية كل الناس حلوة كل الناس مخلوقة على صورة الله لكن بدنا نحاول نفهم ليه مش عم نشوف يعني الناس اللي بتقتل في اسم الدين وبتنادي في السلام وبتح يعني بحيوا بعض السلام عليكم مثلا إلى آخره وكأنه إنه هذا الشيء عمل مبرر أمام الله السلام في اللغة أنا هقرأ لك اللي موجود في المحيط زي ما هو <applause> ومن خلال الكلام هو كلام يمكن معقد شويه بس انا ببسطه بشكل بسيط شويه واحنا بنقراه علشان نفهم يعني ايه سلام في اللغه نفسها. المحيط الطقس دي القاموس العربي. القاموس العربي بالظبط. السلام عليكم اي السلام من الله عليكم وبعدين بيتكلم وقيل سلم من العيب الله يدعو الى درس الله سلم من العيب يعني ما عندهوش عيب. م. المسلم المخلص لله عبادته اما هي عباده حقيقيه بالنسبه للمسلم لكن اما بيجي يقول قول في القران بيقول ورجلا سالما سالما لرجل يعني في تسالم ما بين الاثنين سلمنا الله ربنا اي استسلمنا له طيب كلمه الاسلام جايه من السلام ولعنيها ان هو ان هو يستسلم لله فبالتالي السلام مش هو حاله داخليه السلام هو الاستسلام للاسلام او هي عباره عن تحيه وده علشان كده اما بنيجي احنا بنتكلم على ان الاسلام هو عباره عن ان ايه معنى الاسلام في السلام في القران هو تحيه اول حاجه تحيه اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها يعني ما بيجي حد يقول لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بس ان هاي التحيه مش غريبه علينا رشا لانه هي هاي التحيه اصلا مسيحيه اخذت من اليهوديه شالوم عليكم السلام عليكم يعني بس هذا السلام اللي احنا بنتكلم انه عمل عميق مش بس مجرد تحيه تحيه بالنسبه للمسلم يعني انا بحس ان السلام بالنسبه للمسلم بيفقد معناه اللي هو المسيحي بيعيش بيه، المسيحي بيعيش المسيحيه بتخلي السلام داخلي يعمل تغيير داخلي ينتج تغييرا خارجيا مم. يعني انا بتمتع بالسلام الداخلي فاطلع افكار فيها سلام من جهه الاخر وافكار سلام تجاه نفسي ومع الله ف... لكن بالنسبه للمسلم اللي هو بيتكلم على الاسلام آه أنه هو بيجي بالسلام هو مش فاهم يعني ايه سلام يعني ايه ايه مصطلح سلام بالنسبه للمسلم مصطلح السلام ملوش معنى واضح يعني مش بيتكلم على الطمأنينة الداخلية جوه الإنسان السلام معناها هي العلاقة اللي ما بين الواحد والآخر اللي هي تحية هي استسلام يعني انا ماي أستسلم او آآ آآ زي ما بيحطوا الرايه البيضه ده نوع من انواع السلام ده مش سلام ابدا الاستسلام يعني سلام السلم او الهدنه من ناحيه اخرى ايوه بس احنا لو احنا بنتكلم برضو على سلام السلم او الهدنه فبالتالي احنا بنتكلم على الهدن وال والعهود التي عملها يعني فعلها الرسول م. مع ال الكفار او المناقضين لي فبالتالي هتلاقي ان هو كسر العهود هي اساسا يعني م. هو آآ آآ يعني الاسلام مش بيتكلم على آه الاستسلام بمعنى ان هو يعمل عهده ما بينه وما بين المخالف لكن ازاي ان المخالف يستسلم ويرضخ للاسلام مش يتعايش معاه لانه كلمه عهده او خلينا نسميها في لغتنا العهد سواء في العهد القديم اللي بيتخلل النوع من السلام يعني سواء بين شعوب او بين يعني سلام يعني بين عهد الله مع مع الإنسان يعني مبادرة إلهية على أي حال أن الله بيمنح السلام فالعهد لا يكسر كون أنه أي عهد يكسر فلا يدعى سلام بل يدعى خيانة أنا لا وجهت السؤال لأنه أحبائنا الأقباط في مصر في الكنيسة في حالة سلام عم بيصلوا فاتوا بيصلوا جماعة عم بيصلوا وواحد فات قتل أبرياء وبعدين بحيوا بعض في السلام يعني أي سلام يعني في مغالطة يعني يا أنه الدنيا مش واضحة يا أنه في شيء لازم يتوضح الإسلام والسلام في كلمة إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي صوابا يعني صح م. سلام يعني صح يعني صواب يعني عليك نور م. يعني ملاش أي معاني خاصة بالطمأنينة والمصالحة مع الآخر مم. دي النقطة أما بتيجي حضرتك بتتكلم على السلام في الإسلام لازم نفرق في المصطلحات ما بين المصطلح الذي يستخدمه المسلمين كلمة السلام ومعناها وما بين المصطلح اللي بيستخدمه المسيحيين وكلمة السلام ومعناها فيه مم. السلام في المسيحية مختلف السلام في الإسلام بمعنى التحية بمعنى الإستسلام بحب التحية بالكرامة بمعنى سلام يعني قولوا له سلام يعني تحية برضو كلام أهل الجنة بيقولوا أنه هو سلاما سلاما إلا قيل سلاما سلاما ده بيتكلم دي موجودة في سورة الواقعة يعني هي شيء مبهم أما جه سؤال الرسول محمد عن الروح يسألونك عن الروح قل هي من, من أمر ربي انا ما اعرفش هو من امر ربي فبالتالي المصطلح نفسه بتاع الروح عنده مش مفهوم مش ملوش معنى فبالتالي كمان مصطلح السلام في الاسلام ملوش المعنى الروحي اللي بيتكلم عنه المسيحيه حضرتك بتقول ازاي المسلمين بيتكلموا طول النهار يقولوا السلام عليكم في مصر بقى بصراحه من الـ من الـ من كتر ما احنا بنعيد السلام عليكم بقى تساموا عليكم يعني سلاموا عليك ودي حتى السلام ودي مش فاهمين هو بيقول ايه اصلا هي تحيه وخلاص كده زي مساء الخير صباح الخير اي حاجه فالموضوع ما بقاش ليه المعنى العميق اللي م. انت بتاخده منه ما انا هذا اللي بقول انه المعنى العميق هو في الكتاب المقدس انه هاي تحيه كتابيه اصلا كانت بس هي التحيه بتيجي عن طريق اختبار لانه انا اختبرت السلام عم بحية في السلام للشخص الاخر فبيقولوا في العهد القديم شلوم عليكم في في العهد الجديد إيه السلام موسيقى. عليكم او البعض بيقول السلام لكم لكن هي هاي التحيه المسيحيه يعني متعارف عليها عند المسيحيين لكنها عن اختبار مش بس مجرد كلام سلام عليكم لا واحنا اتكلمنا على الحته بتاعت ان ان ان, إن المسلم آه بيقول السلام عليكم السلام عليكم لكن هو ما فيش سلام ما بينه وما بين الاخر مم. لو هو ما فيش سلام ما بينه وما بين الاخر طب على اساس ايه انت بتحيي بالسلام ايه معنى السلام عندك مم. طيب اليوم انت لما بتسمعي مثلا في داعش الاوساط الارهابيه عم بقول لك انه حتى غلط انك تحيي الكفار بكلمه السلام عليكم نعم. شي سلام مع انه, مع انه مع انه هي هاي التحيه اصلا كانت للكفار اللي هو احنا يعني المسيحيين ف فغريب انه يعني انه التحيه ما تحييش شخص مع انه التحيه هي تحيه يعني بتعبر عن بتعبر عن السلام الداخلي السلام الداخلي. وبتعبر <applause> كمان عن يعني طبيعه الشخص وعج... وعجينه الشخص وهويه الشخص شو نوعيه الشخص اللي ما بدي حي معناته هذا انسان شرس انسان فعلا بعيد عن الله وانسان ما بيعرفش السلام طيب هي ما, أنا ما هي دي النقطة اللي أنا بتكلم عنها يا خش في إن الموضوع <applause> إن هو ما يقدرش يدي فق يدي حاجة فقد الشيء لا يعطيه وبعدين لو إحنا بنتكلم على ايه العنف وايه الارهاب وايه القتل وايه الـ 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 الافكار اللي هم دهيت بيتبعوها في وسط العالم وفين راح السلام عايز اقول لحضرتك ان ان دي نتيجه العنف والعنف نتيجه ان هو عنده فكره هشه بيدافع عنها كلما ازدادت الفكره هشاشة زاد عنف الدفاع. المدافعين عنها يعني. علشان يحموها انا لو بدافع عن حته عن بيضه ماسكاها في ايديا مش هبقى عايزه حد يهوب ناحيتها لكن لو انا في ايديا حته ذهب حجر او ح... يجي يعملوا اللي هم عايزينه مش هيحصل لها اي حاجه مهما حاولوا فبالتالي انا مش هكون عنيف العنف ده نتيجه ان هو اللي يفقد معنى السلام الحقيقي اللي هو المصالحه مع الله إحنا اتكلمنا على المصالحة مع الله في المسيحية، هل المسلم عنده مصالحة مع الله؟ لا ما عندهوش، الله قاعد له بالمرصاد آه الله آه ومكره ومكر الله وقنا الله والله خير الماكرين فبالتالي أنا بتعامل مع إله آه يعني ممكن إن هو يسامحني وممكن إن هو يوديني النار ده حسب مزاجه، فأنا ما عنديش شخصية ثابتة ببنى عليها ايمانى الله متغير بالنسبة لي فانا ما عنديش مصالحة معاه فانا بالتالى ما عنديش طمأنينة واستناد على ارض صلبة في علاقتي مع الله وفي نفس الوقت أنا ما بغلط ما بقدرش أسامح نفسي، مم. أنا بسامح نفسي على أساس إن هو سامحني، إحنا بنسامح نفسنا على أساس إن المسيح سامحنا، في ناس بيعيشوا بعقدة الذنب وبيبقى عندهم مشاكل نتيجة أنهم مش قادرين يسامحوا نفسهم على ذنوب هم اقترفوها في أوقات معينة في حياتهم، مم. ليه؟ لأنه مش قادر يغفر لنفسه، مم. ليه؟ لأنه هو ما سلام داخلي، لازم الله ي... يسامحه وبالتالي هو يقدر يسامح نفسه نفسه اما انا يبقى جوايا المخزون من السلام ده هو اقدر يبان ينفع يبان على الاخر م. انا ما ينفعش ان هو يبقى جوايا مخزون ما فيش مخزون خالص وبعدين اقول ايه انا ها ها هيبقى في علاقه سلام ما بيني وما بين الاخر على اي اساس فاقد الشيء لا يعطيه م. انا لو مش جوايا بستمتع بهذه الطمانينه والارتياح في الظروف الصعبه السلام م. مش بيبان والدنيا آه كويسه في الخارج ومفيش مشاكل ومفيش آه نزعات ومفيش 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 مفيش. السلام بيبان اما انا اكون مطمئن وعندي ارتياح وطمانينه داخليه وثبات والظروف اللي حواليا متغيره والناس اللي حواليا متغيره بغض م. النظر يعني في المسيحيه الله قدوس يعني مهم جدا ولأن الله قدوس ما بيتجاوب مع المكر ولا الخطية ولا الشر ولا أي يعني خداع خيانة أو غش أو أو لأن الله طاهر قدوس عيناه أطهر من أن تنظر الشر عمل القداسة كمان الله بيعمله مكتوب وإله السلام يقدسكم بالتمام في تسالونيك الأولى إصحاح 5 آية 23 إله السلام في بركة في عبرانيين 13 آية 20 إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا روميا 16 آية 20 في في سلام اللي بيتكلم عنه الرسول بولس وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في الم... يعني في جارد في حمايه في حرص في حفظ يعني من خلال يكون فوق كل تصور كل وصف يعني إله السلام آه الذي يفوق كل عقل كل تصور كل وصف وإله السلام يكون فيكم في آية تسعة بنفس الرسالة رسالة فليبي في رسالة كولوسي وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليهم إليه دعيتم نحن دعينا للسلام دعينا في جسد واحد وطبعا بكملها كونوا شاكرين كولوس إصحاح ثلاثة والرب يسوع نفسه يعني لما تكلم بالتعليم على الجبل في التطويبات قال طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون يعني شوف الفرق بين الآيات اللي اقتبستها بين أنت بتقول عن مكر وعن خداع وعن خيانة يعني الله اللي بنتكلم عنه مش مهزوز ولا هش هو إله عظيم إله قوي طبعا أكيد اكيد وحديك برضو قلت على النقطه بتاعه داعش وتصرفات اللي هم شايفين ان هم بيعملوا دوله اسلاميه في وسط دوله الكفار اللي هم اللي هم احنا مش هقول ان هم الـ 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 سواء في سوريا او في العراق او كده لكن هقول ان هم اللي هم احنا يعني مم. اي حد غير تابع لهذه لهذا الفكر هم بيعتبروه كافر أيوه. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه هم اصلهم مش بيجيبوا حاجه من 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 دماغهم يعني بتوع داعش دول لكن بتوع داعش دول مساكين يعني هم بكل بساطه بيتبعوا اللي هم شايفين ان هو صح مم. يعني مثلا ساعه ما كان يهود بني قريزه ساعه ما الرسول نقض العهود معاهم عمل ايه كان بياخد الناس السبايا وكان بياخد الخيل ويبتاع بيهم سلاح يعني ده موجود ما دام لما في داعش ذكر ابن ذكر ابن اسحاق وغير الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الانصاري بسبايا من سبايا بني قريظه الى نجد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا يعني كان بياخد السبايا م. وبيبيعهم وبيجيب ايه؟ الحاجات اللي يقدروا يحاربوا بيها. م. طيب هم كانوا بينشروا الدين مثلا عندهم دافع م. كويس عشان ينشروا الدين؟ لا مش بينشروا الدين. ليه؟ لأن الرسول كان بيروح يحارب علشان يجيب فلوس علشان يبقى عنده قوة أكتر وعلشان يقدر أن هو يبتاع السلاح ويبتاع الحاجات اللي بيستخدموها الخيل والحاجات اللي بيستخدموها في الحرب وهو نفسه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عن الرسول نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو رواه البخاري ومسلم الحديث رقم 1869 م. فاللي بيقول لك بقى طبعا لو حد عايز يرجع للحديث ده هو كتاب الجهاد والسير باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ده في باب اسمه كده كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو فيعني دلوقتي هو لو هو مش بيسافر على شيء يعني مش بيعمل الفتوحات الاسلاميه عشان ينشر الدين طب ما هو الدين مش بالعافيه لكن حتى لو احنا مم. قلنا هو بينشر الدين طب هو كان مانع دخول القران الى الاراضي اللي هو هيروح ينشر فيها الدين امال هو كان بينشر ايه بالظبط يعني هو كان بيروح علشان ياخد السبايا وبالتالي يقدر ان هو يجيب اسلحه ويجيب خيول مم. علشان يكمل عشان يعمل يعني امبراطوريه علشان يبقى يعني عنده قوه يعني اللي بده ينشر دين ما بيبعتش جيش وسلاح وحرب وناس بتقاتل، بيبعت على الأقل أئمة مبشرين إنه يبشروا الناس بيقنعوا الناس حتى الناس ترجع للإسلام مثلاً أو يؤمنوا برسالة الإسلام. لكن يعني بالمقابل مثل ما ذكرت اقتبست الآية، الرب يسوع قال طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. في في ايه شبيهه كمان في اشعيا اصحاح 52 والايه 7 بتقول ما اجمل على الجبال قدمي المبشر، المبشر يعني بالاخبار الساره، المخبر بالسلام، شو الاخبار الساره؟ المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص. سو so, ايش الفرق يعني يعني في فرق طبعا شاسع بين اللي انت ذكرتيه وبين اللي الكتاب مفهوم الكتاب في نشر رسالة السلام الكتاب قال فيما تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه نعم. الكتاب ما قالش ان هو عملوا حروب علشان ينشروا المسيحيه في العالم عمر ما كانت في حروب مسيحيه لنشر الدين المسيحي لكن الحروب الاسلاميه اللي هم بيدعوا ان هي كانت لنشر الدين الاسلامي هي حروب كانت لزياده الامكانيات لدخول اعداد في الجيش الاسلامي علشان يعمل امبراطوريه اسلاميه ويكون عنده توسع عنده امكانيات اكتر عنده يعني بيشفي اللي جواه من الاحساس بصغر النفس والامور ده هي. احنا اتكلمنا على نقطة اللي هي كنت اتكلمت انا على بتوع بني قريزة يهود بني قريزة وزي هو نقض العهد معاهم الرسول كان بينقد العهود ما بينهم وما بين الكفار او الناس اللي هم مخالفين ليه يعني مم. ما هو مش هيعمل عهود ما بينهم وما بين المسلمين اللي زيه المفروض ان هو يعمل عهود سلام ما بينهم وما بين الناس اللي هم مختلفين معاه وهم بيسموهم بيسموهم الكفار طيب انا نفسي ان يعني أنا بتحكي تذكرت يعني اي برضه في لانه جزء من كلمه سلام كلمه كبيره على فكره في العالم آيوه. القديم يعني كمان السلام بتعني الصلح دوليا حسب صموئيل الاول اصحاح 7 اي 14 مكتوب كان الصلح بين اسرائيل والاموريين يعني كانوا اعداء لكن صار في معاهده سلام وبفتره معاهده السلام ما كانش في نقد مع انه كان في حرب أصلا آه بعدين بقول في الملوك الأول إصحاح أربعة وكان له صلح يعني سلام مع جوانب حواليه يعني كل الدول اللي كانت حول إسرائيل كان في عملية صلح عملية سلام معروف لما بيكون الصلح أو السلام خلاص العهد لا ينقض بحسب الكتاب المقدس ممكن نكمل نستقبل بس نأخذ آه فرصة نعطي فرصة على فكرة آه عاوز أقول لك أنه فيك تشوفنا على على الفيسبوك لايف مباشر وبشجعك انك تتواصل معنا عن طريق السكايب او عن طريق الهاتف ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير يقول الكتاب المقدس لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح. بيتكلم عن ملكوت الله مش الملكوت الارضي بالقتل والعنف والسيف بيتكلم عن ملكوت الله عندما يملك المسيح على الحياه والكيان فلا بد ان ياتي بالسلام والفرح والمحبة والعبارة اللي كنت بحب أسمعها بالكتاب المقدس الرب كان دائما بيذكرها إيمانك قد شفاك أو إيمانك قد شفاك اذهب بسلام أو اذهبي بسلام ممكن أخذ هاي المكالمة أخت رشو بعدين نكمل حديثنا معاي على السكايب شخص مش مذكور اسمه لكنه من أوروبا أهلا وسهلا فيك تفضل آه سلام المسيح لحيك قسيس نزار آه سلام المسيح معك من معي لطفا آه ميكو من أوروبا أهلا وسهلا فيك آه كنت شاركت في حلقة ضحايا الكنيسة البطرسية مع الأنبا بشوي آه وحاليا الموضوع آه مع الأخت راشا حلو آه سلام المسيح ليها سلام آه طيب هو انا ليا مشاركه بسيطه عايز اوصل فكره اتفضل ميكو طيب مغزى سلام المسيح بيكمن في التواضع في روحين سيدين في العالم روح ابتدت مع الشيطان لما يرفض لما رفض يسجد لخلق لخلقه ربنا ادم وان هو تكبر دي روح الكبر روح التكبر وفي روح تانية اتعلمناها في الكتاب المقدس وهي روح التواضع دي الروح البناءة دي الروح اللي هي السلام الحقيقي دي الروح اللي بتخلق سلام تمام بس فبالنسبة... ممكن ممكن أخميكو بس عشان نوضح نقطة النقطة الأولى أنت ذكرتها أنه يسجد لخلقة الله يسجد لآدم الله. يعني قصدك أنت نعم نعم هو الله خلق آدم وطلب منه أنه يسجد لآدم طلب من ف... أنت قصدك طلب من الش... أنت بتتكلم على القصة الإسلامية نعم نعم آه، أوكي آسف لأنه طلب من الشيطان أن يسجد لآدم ورفض وطب ومعه حق الشيطان كيف بده يسجد لواحد مخلوق ما هو المفروض ان انت عندهم هم عندهم فيه سجود سجود طاعه ده بيبقى لله تمام مم. وسجود ان انت تكريم بيسموه سجود تكريم طيب تمام ده هم عندهم بالنسبه للروايه الاسلاميه امم طيب اتفضل دلوقتي آه انا بتكلم على روحين سيدين في العالم امم وهما هم اللي بيقودوا العالم لحد دلوقتي. روح الكبر وروح التواضع. طيب عايز تعرف المسلم ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ متبع دينه ولا مش متبع دينه؟ المسيحي ده مسيحي حقيقي ولا مش مسيحي حقيقي؟ بيتبع دينه ولا اكتشف فيه روح الكبر، إذا لقيت فيه روح كبر توقع إن هو ما هتلاقي منه سلام. مش هيبني لأن روح الكبر بتدمر. تمام بالنسبه للمسلمين في حاجه ملحوظه جميله جدا انت دلوقتي تسمع كلامهم سلام 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 حتى في التحيه بتاعتهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي التحيه بتاعتهم طيب اقدر اقول لك بقى ان انا اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب هي كده فعلا انا يهمني ان انت تطبق عمل اللي انت بتقوله مش تقول كلام وخلاص سلام انت باني دينك كله على السلام حلو جميل بتطبق ايه بقى ايه التطبيق العملي اللي انت بتعمله المسيحيه لا المسيحيه زي ما بتقول بتطبق المسيحيه دين سلام فعلا دين سلام ومحبه واخد بالك ادرس لحياه المسيح أه وبالاخص الفتره اللي هي أه في انجيل متى بدايه بدايه حياه المسيح وحتى صلبه انت بتلاقي مواقف قمه في التواضع مثلا عموده من من يوحنا المعمدان ازاي يعني انا الرب تمام ازاي حتعم يعني ازاي انا اسمح لك انت انسان تعمدي ده قمه تواضع وخبر حضرتك مم. وفي مواقف كتيرة جدا نعم كلها المسيح بيعلمنا التواضع لكي ينتشر السلام ومن التواضع تستطيع أن تبني وتعمر أخ ميكو بس عشان يعني يعني بالمسيحية الأمر واضح جدا يعني برضو في المسيحية في سلام اللي بيتكلم عنه الكتاب هو سلام مزيف، يعني مثلا لما بيكتب الرسول الى كنيسه تسالونيكي لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. يعني بيتكلم طبعا عن اخر الايام بس هذا سلام مزيف يعني عم بينشروا سلام مش يعني مش حقيقي. مش واضح هاي وفي كمان بالمسيحيه يعني في سلام اللي بيتكلم عنه سلام المرائي يعني زي ما كتب الرسول يعقوب لما بقول يعني لشخص بقول امضيا بسلام استدفئاه وطبعا واستمتع طب ما هو لا اكل ولا الدفه ولا شيء يعني مجرد كلام لكن انت ما ساعدتش فاي سلام انت عم بتقدمه هذا نوع من المراءه التمثيل يعني نفس الشيء التزييف لكن يعني في المسيحية كل هالأمور واضحة يا أخ ميكو يعني يعني في كل مرة بيذكر السلام فيها بركة يعني وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان يعني دايما فيها بركة لما بتتكلم عن السلام في المسيحية لكن أنا فاهم عليك أنه التواضع هي نقطة واحدة هاي اللي بتميز يسوع المسيح أنه فعلاً متواضع جدا ولد في مذود عاش في الناصري اعتمد في نهر الأردن من يوحنا قال لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس يقول عنه الكتاب المقدس لكن الناحية الثانية عم نشوف أنه في كبرياء ومثل ما ذكرت أختي رشا أنه ذكرتي في نوع انه الله ممكن ينكر فيعني هذا لا يوجد في المسيحيه ازاي هجيب السلام وانا ما فيش سلام ما بيني وما بين ربنا يعني لو فيش في العلاقه ما بيني وما بين الله هدنة ما فيش علاقة ما فيهاش طمأنينة ما فيش أنا مش مرتاح أنا مش م. مش قلقان إن هو يغدر بيا إزاي أنا هيكون عندي سلام مع الآخر؟ م. إحنا بنتكلم على إن الناس ما عندهاش سلام مع الآخر م. يعني زي بتوع داعش وغيرهم أو الناس اللي جم فجروا البتروسية أو اللي قتلوا الراجل بتاع اسكندرية أو بتوع طلخة الناس دول بيقتلوا ليه؟ لان مفيش سلام مع الاخر، طب هو هيجيب السلام منين اذا كان هو مفيش سلام مع الله نفسه ومفيش سلام داخلي يعني هو خايف ما يخشش الجنة فالسلام ده هو بيحاول انه هو يقتنيه بانه هو يعمل اعمال صالحة السلام ما ينفعش نقتنيه غير ان احنا نتصالح مع الله فبيكون نتيجه هذه المصالحه. فاذ قد تبررنا بالايمان <applause> لنا سلام, سلام مع الله سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمه المصالحه، شو الرساله؟ تصالحوا مع الله، لكن بالنسبه للي قاله الاخ ميكو على ما يبدو انت بعدك معانا اخ ميكو مع حضرتك يا فندم آه ايوه آه من كلامك هل انت من خلفيه اسلاميه اخ ميكو ايوه ايوه فانت عارف أيوة. يعني الصوره بين الطرفين ف طب شو... انا هقول لك حاجه هقول فضل. لك موقف احنا انا من مصر في عندنا آه سلفيين آه وفي آه اخوان مسلمين السلفيين دول واخدين منهجهم من المنهج الوهابي محمد بن عبد الوهاب من السعوديه ولما كان وبالذات تكرس هذا المذهب في عصر مبارك زاد قوي انتشر قوي وكان المصريين اللي بيروحوا الخليج والسعوديه بالاخص كانوا بيرجعوا اما بيرجعوا بينشروا المذهب ده اللي هو المذهب الوهابي وفي الاخوان دول معروفين موجودين معانا من اقول لك من من ايام الملك تسمع وتسمع قصه سيره حسن البنا صدق ان احنا انا كنت في الكليه بدرس دبلومه محاسبه انا انا عشان من السلفي يعني ما كنت السلفي ما كنتش من المجموعه دي مكه كنت اقول سلام عليكم ما يردوش حتى مع انك انت كنت مسلم اه اوكي لان انت واخد بالك روح الكبر وصلت ومبطل حتى بطل الكفار يعني حتى مسلم لمسلم ايوه طبعا بالظبط طبعا مختلف يعني معهم معاهم في العقيده بالظبط مش بس يعني انا يعني انا انا سلفي ولا انا اخوان ماشي وداخل المسجد اصلي سلام عليكم ما يردوش م. يا اخي السلام لله يا اخي رد ولا يعبرك في الحين الواحد يخش بسلفي بدقن كده سلام عليكم ازيك يا اخي وعليكم السلام ورحمه الله ايه الحكايه إنتوا ايه اللي ايه الحدوته فهمت بقى الحكايه ايه ان هو مكفرني انت يعني هي الفكره كلها ان هو حتى لو مثلا هو اسمه ميكو أيوة. لو كان هي أمهم في الصلاه فمفيش ولا واحد هيصلي وراه لان هم لا يعترفوا بيه فالمصالحه اللي انا بتكلم عليها انا هقرا حته من قفص الصغيره كده بتكلم على الامم وبتتكلم على اليهود، مم. كان في آه يعني حاجة مشكلة ما بين الأمم واليهود، مش مم. بيقبلوا بعض، اليهود ما بيحبوش الأمم، مش بيقبلوهم، كانوا عاملين حاجة اسمها حائط السياج طبعًا، مم. وطبعًا الأخ نزار أكتر واحد عارف المواضيع دهية علشان مم. الأراضي المقدسة، مكتوب عليها إن ما ينفعش واحد أمم يعدي الحيطة دي. مم. الحتة دي دي آخر حدود الأمميين معانا بعد كده اللي يدخل من الناحية الثانية ده اليهود بس مم. فما يجي ان هو المسيح نفسه يقول إذ كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبي. أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم بيتكلم على مين؟ على الأمم ولكن الان في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح ليه؟ لانه هو سلامنا لانه, لأنه هو سلامنا, سلامنا. سلامنا الذي جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط الحيطه اللي كان مكتوب عليها دي اي العداوه مبطلا بجسد ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صالعا سلام ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا للعداوه مين فين الـ فين الـ يعني هتلاقي تعليم زي ده فين مم. مش موجود مفيش تعليم في الاسلام بيقتل العداوه مع الاخر التعليم في الاسلام بيعمل رينفورسنج يعني تعضيد للعداوة ما بين الآخر تعضيد لعدم قبول الآخر كل آيات السلم اللي موجودة في القرآن اتنسخت بآية زي آية بتاعة سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون يعني ما فيش أي نوع من نوع انواع التعايش المسيح هو الحل المسيح الوحيد هو اللي يقدر يكسر الحيطه اللي في النص العداوه ما بين الانسان والاخر يقدر ان هو يصالح الاثنين لان المسيح مش بيعمل عمل خارجي احنا دلوقتي اما بنتكلم على الاعمال الخارجيه اللي بيعملها ناس زي بتوع داعش داعش بيعملوا اعمال خارجيه نتيجه افتقارهم للسلام لكن المسيح بيقدر يأثر في الناس اللي حواليه وفي المجتمع م. نتيجة لامتلاقه بهذا م. السلام نتيجة انه هو متصالح مع الله ومتصالح مع نفسه الرسول بطرس على فكرة ذكر آية كتير كتير مهمة هاي الآية اقتبسها من العهد القديم بقول في بطرس الأولى إصحاح 3 وآية 11 على ما اعتقد ليطلب السلام ويجده في أثره الكلمة هاي مأخوذة من الكلمة في العهد القديم إنه يركض أو يجري وراها فرد فيه يعني يجري وراها يركض وراها يعني جد ورا السلام واركض يعني خليك دائما أطلب السلام وأثره حتى لو بدك تركض إنك تكون سبب أو مسبب لهذا السلام بقول فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض يعني تسمع هاي التعليم بالمقارنة اللي ذكرها أخونا ميكو وبالكلام اللي أنت ذكرتيه طبعا بتشوفي هاي المقارنة العجيبة الكبيرة بدك تقولي حاجة ولا ممكن أخذ مكالمة من أبو مهند طيب اول حاجه صغيره قبل ما ابو مهند يبتدي معانا أبو, ابو مهند حبيبي <applause> طبعا اكيد كلنا عايزين ياريخ. نسمعه أه حته نقد العهود حيكلمت على الاموريين لكن انا هتكلم هك على أه نقطه تانية في الكتاب المقدس تتكلم على نقد العهود م. نتيجه ان انا اما جيت قريت في الاسلام على نقد العهود لقيت ان ان محمد كان بينقد العهود بتاعته مع المحيطين به وما كانش بيدي عهود غير عهود محدده المده يعني ما ينفعش ان العهود تبقى عهود مستمره في, في لفت نظري في النقطه دهيت في يشوع تسعة ان في ناس جم تحايلوا على شعب الله الناس دول اسمهم الجبعونيين تحايلوا على شعب الله وهتلاقيها من عدد 15 في يشوع 9 بيتكلم ان هم حبوا ان هو خافوا على نفسهم ان هم يموتوهم اليهود علشان كانوا بيحاربوا بينتصروا ان ربنا كان معاهم فقالوا ايه احنا نعمل نفسنا جايين من بلد بعيده وهنطرب نفسنا وهنحط عيش يعني. ناشف ومش عارفه ايه فاليهود يتكلم كده الكتاب يقول ايه فاخذ الرجال من زادهم ومن فم الرب لم يسألوا يعني اخذوا قالوا شافوا الزاد بتاع الناس ده هيتأكلهم كان قديم يعني. قديم مم. فايه ما سالوش ربنا فيها فعملوا عهد مع الناس الجبعونيين دول مع ان الجبعونيين كانوا كذابين و... واحتالوا عليهم إلا أن العهد استمر وربنا أصر على هذا العهد لأن العهد تتحلف باسم الرب مم. يعني العهد ما تحط كده هو لك إيه, إيه أنتوا عملتوا العهد باسمي يبقى أنا لازم أحمي الناس ده هم مم. أما جه شاول في صموئيل التاني بقى قتلهم حصل إيه أن يقول لك كده في صموئيل التاني إصحاح 21 آية واحد وكان جوع في أيام داود ثلاث سنين سنة بعد سنة فطلب داود وجه الرب فقال الرب هو لأجل شاول ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين طب ما الجبعونيين دول احتلوا عليكم وكان في قصاص على بيت شاول يعني مش بس هو هم قالوا احنا اسفين يا رب مش هنموتهم تاني لا عشان هو قتلهم جه قصاص على بيته فبالتالي وقتلوا من منهم يعني قتلوا من بيت شاول يعني الناس لأنه نقدوا العهد لأن هم نقدوا العهد بالزبط. تخيل ربنا الإله الغير متغير نعم. أما أنت يكون في تصالح معاه فبيملأ حياتك سلام لكن اما يكون في إله انت ما عندكش اي ثقه ما بينك وما بينه مش متاكد هو هيعمل فيك ايه؟ هل انا لو عملت الحسنات هيوديني الجنه ولا هي... هيجي في الاخر وه... وهيوديني النار انا مش عارف ما عنديش ثقه وما عنديش سلام داخلي فبالتالي انا ازاي ان انا اعكس هذا السلام على الاخر يعني اعكس عدم اطمئنانيتي وعدم خو... وخوفي دهوت هو... اعكسه على علاقاتي مم. مع الاخرين الله قدوس ما بغير رايه ما بيغيرش طبيعته رايه طبيعته قدوسه مش بيمكر او بغير فكره مش زي بتوع بني قريزة ده مم. اللي كسر معاهم العهود مم. وغيرهم اهلا وسهلا ابو مهند كل عام وانت بخير انت معانا على الهواء بس من فضلك يعني مداخلة قصيرة على اساس الوقت وانت بخير والصحة والسلامة والاخت رشا بخير وصحة والسلامة اهلا تحيه تحيه الميلاد عيد الميلاد مقرونه بالمحبه والسلام سلام. وتحيه راس <applause> وتحيه السنه الجديده مقرونه بالت... بالترنيمه الخالده المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المصره <applause> هذه الترنيمه تتكون من ثلاث مقاطع المقطع الاول المجد لله في الاعالي الثاني وعلى الارض السلام وبالناس المصره اذا اذا مجدنا الله اذا مجدنا الله في الاعالي فيحل السلام على الارض وتعيش الناس في مصره وعيش سعيد دائما شكرا الله في الاعالي <applause> يا عم السلام ولتعيش الناس بالمصره هذه ما تعنيه هذه الترنيمه الخالده وشكرا شكرا لك وكل عام وانت بخير والدونة. ابو مهند وهاي الترنيمه على فكره قيلت في بلده لابو مهند في حق الرعاه معنا ثلاث اربع دقائق طيب شو الرساله اللي بدنا نوصلها احنا بنتكلم عن رئيس السلام رب السلام ملك السلام اله السلام بل هو مصدر السلام سلامنا شو بدنا يعني نحكي عن يسوع أنا نفسي إن أوجه رسالة لكل واحد بيقابل بي بيسمعنا النهاردة وبيشاهدنا وكل واحدة ربنا وضعها أمام التلفزيون شاشة التلفزيون عشان تشوفنا إن السلام مش مجرد تحية السلام هو حالة داخلية لا تتأثر بالأمور الخارجية السلام هو إن أنا أتصالح مع الله وما فيش صلح مع الله غير من خلال عمل المسيح الكفاري على عود الصليب أنا لم أشعر بالسلام وأنا في الإسلام وكنت و... أفتقد لهذا السلام ما كانش عندي أي صلح داخلي ولا عندي راحة داخلية ب... بستند عليها نتيجة التغير اللي موجود في شخصية الله لكن النهاردة أنا نفسي أن كل واحد بيسمعنا إن ربنا يلمس القلب ويفتح العينين وينير الذهن علشان يقبل عمل المسيح الكفاري من أجله على عود الصليب هو الوحيد اللي صالحنا ونقّد حائط السياج أي العداوة بجسده بجسد المسيح لأن هو صار كفارة من أجلنا النهارده أنا بدعوك لو أنت مش قادر تسامح نفسك على أمور أنت اقترفتها في حياتك، إنك تصالح نفسك بإنك أنت تقبل عمل المسيح اللي صالحك مع الله يفيد جوه قلبك سلام فتقدر انك انت تتصالح مع الله وتقدر تغفر لنفسك كل زلاتك وكل اسامك وكل خطاياك النهارده نفسي كل واحد يقبل عمل المسيح المغير الذي يغير الانسان من انسان غير قابل لنفسه وغير قابل للحواليه لانسان بيقبل عمل المسيح في حياته بيتغير داخليا وبينعكس ده دا على سلوكه مع الاخرين. ربنا يكون معكم ويملاكم بالسلام الذي يفوق كل عقل باسم يسوع. شكرا كثير اخت رشا فعلا مثل ما قال النبي اشعياء ذو الراي الممكن تحفظه سالما سالما لانه عليك متوكل. قال الرب يسوع سلامي اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. سلام العالم يمكن مزيف، سلام العالم مصالح، سلام العالم مبني على السلم، على هدنه، على مطامع او القوي بيفرض على الضعيف، لكن سلام المسيح هو بركه هو عطيه من الله، مثل ما ذكرت انه الله كان مصالحا العالم لنفسه من خلال دم يسوع المسيح وأيضا فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه اليوم يمكن مرأ العيد وأول السنة مش عم تشعر بهذا السلام أنا بدعوك أنه فعلا اليوم تعطي حياتك ليسوع المسيح لما بتعطي حياتك ليسوع المسيح المسيح بيمنحك سلام الله الذي يفوق كل عقل وهذا السلام بيملك في قلبك وهذا السلام بقدسك وهذا السلام فعلا اللي بتقدر تعيشه بنصرة وبغلبة هذه إرادة الله لحياتك اسمع ما يقول الكتاب لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء كما قيلت عن يسوع المسيح لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام أنا بصلي اليوم فعلا سلام المسيح يملأ كل بيت كل قلب كل عائلة أول شيء أنت لازم تعترف بخطيتك أنك أنت محتاج لهذا السلام شيء ثاني توب عن كل خطية تغير فكرك واتجاه حياتك شيء ثالث تحط إيمانك وثقتك في عمل المسيح الكامل، الكفاره على الصليب، وتشكر رب من اجل هذا العمل، وتقول له يا رب املأني بسلامك واعيش سلامك، عندها انت بتكون سلام وبتكون بركه وصانع سلام ومبشر ايضا بالسلام وحاذين ارجلنا باستعداد انجيل السلام، الاخبار المفرحه اللي بتنشر السلام في كل مكان، بحب اسمع منك إلى اللقاء